من ثم نقوم بفتحه من الشاشة الرئيسية عن طريق البرنامج المشار إليه على الشاشة. بعد فتحه سوف تظهر لنا صفحة الإعدادات. في هذه الصفحة يوجد بها عدة خيارات، منها خيار التعليمات ومنها خيار الاختبارات القصيرة. نقوم بالضغط على خيار التعليمات المشار إليه على الصفحة. هذه صفحة التعليمات يوجد بها شرح لكل أيقونة في البرنامج. للعودة لصفحة الإعدادات نقوم بالضغط على الأيقونة المشار إليها. بعد العودة لصفحة الإعدادات نضغط على خيار الاختبارات القصيرة المشار إليه على الشاشة. هذه صفحة الاختبار، نقوم بعمل الاختبار وبعدها سوف تظهر لنا نتيجة الاختبار. نعود لصفحة الإعدادات، نضغط على السهم المشار إليه للدخول إلى صفحة الأفعال. هذه صفحة الأفعال بجميع مجموعاتها، اللون الأخضر لأفعال المجموعة الأولى، واللون الأصفر لأفعال المجموعة الثانية، واللون البرتقالي لأفعال المجموعة الثالثة. لمعرفة زمن أي فعل من الأفعال الموجودة، نقوم بالضغط عليه. هذه صفحة الفعل الذي قمنا باختياره بجميع أزمنته وتصاريفه الموجودة. وبهذا أكون قد أتممت شرح هذا البرنامج، وأسأل الله العلي القدير التوفيق والاستفادة من قبل الجميع.